بحضرتك سياد محافظ الإسماعيلية، فيتو بترحب بحضرتك، والنهارده بنحتفل معاك ومع السادة الحضور بالذكرى 73 ثواني الذكرى 73 للعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية. حضرتك تقول ايه لشعب الإسماعيلية اليوم، وخاصة حضرتك يعني ما قضيتش وقت كتير لغاية النهاردة. بس صراحة ان ردود الافعال يا فندم في الشارع محترمة جدا. كل سنة وشعب الإسماعيلية كتير العيد 73 وانتصارات اكتوبر برضه، لكن انا بقول الإسماعيلية تستاهل دايما، تستاهل احتفال اكتر من كده، والشعب لازم يحس بقيمه العيد القومي بتاعه، لان الاسماعيليه فعلا قد يكون دايما. انا بقول لهم الحدث كان صغير بتاع 16 اكتوبر 51، ولكن مردوده وتوقعه كبيره جدا، وهي اللي احدث التغيير في مصر. الاسماعيليه مدينه باسله ومدينه عريقه، لما تشوف كده على مر العصور وتشوف الصور بتاع مدينه الاسماعيليه من ساعه حفر القناه لغايه 2024 احنا فيها، نلاقي فعلا مدينه باسله مرت بعدة حروب وحفر قناه و67 و56 وتهجير ورجعنا و73، فيستحقوا طبعا ان احنا لازم نحتفل بالعيد القومي بتاعهم. وكان نفسي كل اسماعيليه يحسوا بالعيد القومي، لان انا حابب العيد القومي بتاع اسماعيليه. ان شاء الله السنه الجايه بقى الاقي الشارع ده ان شاء الله مليان. ان شاء الله باذن الله يا فندم. شكرا.